الأهلي يفرط في فوز مهم أمام الاتحاد السكندري ويمنح زعيم الصغر نقطة. بدأ الأهلي بالتسجيل في الدقيقة 67 عن طريق عمرو السولية قبل أن يتعادل ديريك في الدقيقة 87 وسط تألق المهدي سليمان رجل المباراة. كابتن محسن، الأهلي النهاردة فرط في ثلاث نقاط مهمين جدا، كانوا قريبين جدا من النادي الأهلي، كانت مباراة ممكن تخرج بسكور عالي، لكن النهاردة شفنا يعني إهدار عدد كبير جدا من الفرص. يعني بالفعل كان هناك فرص، ولكن طريقة التعامل مع الفرص هنا الحديث. من الممكن أنه تجي لك فرص كثيرة وتضيعها، بس بتضيعها بطريقة سليمة، بمعنى أنك أنت عملت الصح والكرة تألق الحارس كان حائل دون، ولكن أن تختار طريقة تصويب خاطئة وتندم على ضياع الفرصة، هنا الكلام. ليه طريقة تصويب خاطئة؟ لأنه الفريق جاي من أجازة، الفريق جاي من ابتعاد عن حساسية كرة القدم، الفريق جاي من توقف لفترة ليست بالقصيرة، وبالتالي حساسية الكرة عند اللاعبين غير طبيعية بغض النظر عن الاستحواذ والسيطرة، لكن أنا بتكلم على المكان المناسب اللي ممكن تستغل فيه فرصة للتسجيل. يبقى لابد أنك أنت تصوت بطريقة مناسبة، ما يبقاش فيها عصبية، ما يبقاش فيها قوة في الوقت اللي لازم تلعب فيه بهدوء أو تعمل فيه ركن للكرة. فضاعت عديد من الفوز نتيجة اختيار طريقة تسديد غير سليمة، نتيجة العصبية، نتيجة عدم الجاهزية، نتيجة عدم التركيز. الشوط الثاني كان استمرارية للتسرع وعدم التركيز اللي كانوا في الشوط الأول، مع التراجع أكثر لفريق الاتحاد للنواحي الدفاعية، عطت لك المساحات كلها للسيطرة وبناء الهجمات من اليمين للشمال، ولكن كانت النهايات في مساحات غير سليمة أو غير دقيقة. التمريرة الأخيرة ما كانتش سليمة، وبالتالي الفرص التي أتيحت وسط زحام كبير جدا ووسط تألق غير عادي للمهدي سليمان. أنا بعتبر النهارده يستحق رجل هذه المباراة. فالتسرع، الحماس، وعدم التركيز، البعد عن المباراة لفترة، أثر بعض الشيء على أداء الأهلي في مباراة اليوم. لكن في مثل هذه المباراة عندما تشعر بأن هناك عوامل خفية تحول دون التسجيل، يبقى أنت لابد أنك أنت تبذل مجهود كبير دفاعا عشان تقفل كويس، وهجوما عشان تغطي الهدف. هدف واحد في مثل هذه المباريات لا يكفي، وفي أي مباراة هدف واحد لا يكفي، لابد أن تؤمن الهدف بهدف آخر، لأنه طالما في وقت متسع من الدقائق يسمح باستمرار اللعب والتسجيل، يبقى لابد أنك أنت تلعب بحرص. وجدت أنه مش عارف اسجل، حارس المرمى في احسن حالاته، الفرص بتضيع، يبقى ارجع اقفل الملعب واستحوذ على الكوره، وعندي لعيبه تستطيع ان هي تستحوذ وتضيع الوقت. لكن احنا لغايه اخر دقيقه قبل تسجيل الاتحاد هدفه مندفعين للامام، كلنا عايزين نجيب هدف بعدد كبير من اللاعبين. مش لازم انت تجيب جول يكون عندك سته لاعبين في ال 18 او في الست ياردة، ممكن ثلاثه واربعه، انك انت في وسط هذا الزحام لاعب بيعتمد على لاعب، لاعب بيعتمد على لاعب، بالاضافه لعدد المدافعين في الاتحاد كتير جدا، فتصبح رؤيه الشباك صعبه.